في ليبيا ارتفعت حصيلة التدخلات أو تدخلات أفراد الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة، حيث انتشلت 316 جثة من ضحايا الفيضانات الأخيرة إلى غاية مساء الثلاثاء. وأوضح رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أن فريق الإنقاذ يواصل العمل بالتنسيق مع فرق إنقاذ بلدان أخرى، لا سيما السلطات الليبية، من خلال اجتماع تنسيقي يومي لتقييم خطة التدخل.